السلام عليكم. زيلينسكي يقر بتكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة في دونباس وخاركوف. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. اعترف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بتكبد التشكيلات الأوكرانية المسلحة خسائر فادحة في دونباس وخاركوف في اليوم الماضي. وقال زيلينسكي في فيديو على قناته على التليجرام: أكثر المعارك داروها هي في سيرفورستويك وفي جميع المدن المجاورة، مضيفا: للأسف هناك خسائر هي مؤلمة. وأشار إلى أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في منطقة خاركوف. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.